هلو، اليوم عملت الكوسة بشاميل. شوفوا كيف عملتها. قصيت الكوسة بهيدي الطريقة، فضيت قلبهم بالملقعة المعيارية مثل ما شايفين، حطيتهم بصينية، رشيت عليهم رشة ملح وفلفل أسود ودهنتهم بزيت الزيتون، فوتهم على الفرن لينشوا. لحضر الحشوة قلات اللحم الناعمة مع البصل والبهارات الشومر والبقدونس. لحضر البشاميل حطيت الزبدة والطحين، الحليب والكريمة، المقادير كلهم مذكورين تحت الفيديو، بالآخر البهارات، وبخليهم ليشتدوا ويصيروا مثل هيك. بالصينية حطيت طبقة بشاميل، صفيت الكوسة وحطيت الحشوة بقلبهم، زدت البشاميل الباقيين، وعلى الوجه حطيت جبنة الموتزاريلا، برجع بفوتها على الفرن بس لتذوب الجبنة ويختلط كل شي مع بعضه، بدها شي 10 دقايق ربع ساعة. وهيدي هي طلعت بتشهي. جربوها كتير طيبة، وصحتين.